هسه شلون راح تظل تنذر روحك تحج جاير وترجع لي ورا؟ يا بنت ايش تحكي؟ طبعا احج جاير ورد لي ورا، المشروع خسر راح كله من ايدينا، يعني انت تدري وانت وياي وفوق الجوال، كل سنه نربح مال سنه اللي قدام، هاي السنه ما طلعنا حتى مال 15 يوم، ايش ناكل ايش نشرب هاي السنه كلي؟ ما يخالف بس هذا مو حل هسه انت جاي تسوي، جاي تتاذى على الخالي بلاش. وش اسوي بالله؟ شنو بيدي؟ شو اسوي؟ يلا قل لي فهمني فهمني، فلوسنا كلها راحت، بقينا طاق هذا البيت. ما يخالف مو حل هذا والله. استغفر الله يا الله. قايلين يا الله والنعم بالله والحمد لله والشكر. اوف خلنا اروح اجيب جقاير حتى جقاري يخلصها. يومي يا حاطه يومي يا حاطه، بعد اظل اصرف عليك، ما عندي شغل وعمل اظل اصرف بس عليك على خسائر. والله مصيبه. اولاد عمي ها ها عفوا سلام عليكم. جواك الله وحيلك. بالي مو يمي عمي اعذرني. ما بيك شيء تسوي روحك ما تدري. نبيل والله ما ادري. نبيل الله يشهد ما ادري. الاول والتالي الاول والتالي خسرنا ايد ورا وايد قدام. شنو خسرت عمي؟ شنو خسرت؟ احنا خسرنا تجارتنا بهذا الموسم. شنو عمي خلاص ماكو شيء. كل سنه نطلع مال سنه اللي قدام. شنو هاي السنه طلعنا مال 10 من 15 محمد وغيرها. شاش تسوي والله؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله. خليها على الله عمي. طيب والله هذا تسوي اول وثاني. طيب انا بالله شو اسوي هسه؟ احسن شيء خلي ابيع موطن. والله كريم على الاقل اطلع لي كم فلس. تابعونا على قناه يوميات قسوه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. لا يجي بربع، لا يجي بربع، هاي الموطن بربع بربع. اي عمي هاك عمي، تريد هاي الحمراء او هاي البيضة ام الحليب؟ قلنا البيضة. يلا هاك روح. لا يجي بربع، لا يجي بربع، لا يجي بربع بربع، هاي الموطة بربع. ايه عمي بلد؟ هاك هاي اربعة، هاك هاي اثنين، وهاك هاي بعد اثنين. يلا هاي حمراء حلوة وهاي بيضة. يلا عمي يلا يلا موطة موطة بربع. اي اي هاك هاك يلا روح. وقت ما درت؟ لا شنو؟ لا بلا بيع ليدي؟ ايه ابو بلال يبيع ليدي؟ لا ما صدق هو ابو بلال تاه. توات تدري امشي شافوك بعينك؟ امشي يلا امشي. ليدي بربع، ليدي بربع، هاي الموطة بربع. موطة؟ اي عمي. شقد هاي 500؟ اعطيك اثنين. ها هاك هاي ام الحليب، وهاك هاي حمرة ام الازبري. امير روح. موطة بربع، موطة بربع. هاي الليدي بربع، ليدي بربع. ها عمو. هسه اعطيك هات هات هاي وحده حمراء، وراح اعطيك وحده بيضه. يلا روحي. يا الله يا الله خلص ما بقى شيء. هاي الموطة بربع، موطة بربع، ليدي بربع، تعال جاي يا ولد. اي عم بريف. يا الله يا الله هاك هاي وحده، وهاي بعد اثنين، هاك وهاي بعد وحده، راح اعطيك حمراء. روح امير روح. هاي الموطة بربع، ليدي بربع، ليدي بربع، ليدي بربع. السلام عليكم. السلام يا عمو. انت ما تدري بشركة؟ ايش بيه؟ ظل يبيع ليلي وانت عندكم فلوس. يو قال لك؟ احنا شفناه ظل يبيع ليلي. متأكد انت شلون دريت؟ شفناه بعد شلون دريت يعني؟ شفته بعيونك؟ ايه. صدق يحكي هذا؟ يعني فشلنا قبال عالم، قبال السوق، كسر سوقنا. والله ما ادري ايش احكي يا ابو الطران. ليدي بربع، ليدي بربع، هاي الموطة، هاي الموطة بربع، موطة بربع. شنو هاي ابو بلال جاي تسوي؟ ها؟ شنو ليدي بربع؟ هيك هيك شنو موطة بربع؟ خوش موطة. ما اريد هسه انا بيا حال. خلي اعطيك، خلي اعطيك بيضة. هاك. ما اريد، ما اريد هسه انا بيا حال. انت شلون هيك جاي تسوي؟ ليش على باب الله شنو؟ العالم كله تضربينه. شغل عيب؟ وجون اليوم يقولوا لي ابو بلال جاي يبيع ليدي. على باب الله، على باب الله. حل على باب الله. لا عمو مو على باب الله، هذا السوق بيه ربح وبيه خساره وكل شيء. اقول لك انت مو شريكي ولا لا؟ اي لا تبيك شريك. انا شريك وياي، احنا مو كل موسم نطلع ربح ما سنه اللي قدام. ما يخالف هسه عوف الربح عمي، جاي تدمرنا تدمر سمعتنا. قوم وياي قوم وياي. عوف الليدي قوم. تعال تعال ادخل يا ابو بلال. سوي لنا سوي لنا طريق. ادخل. ها الله وانت تعرف كرب الدنيا مو كلها فلوس. الله كريم الله كريم الله كريم.
تعال استريح يا ابو بلال. الله يهديك. اخ يا ابو الخير والعافيه. صدق كذب يا اخوي، فشلتنا قبال العالم تبيع موطه ليش؟ عبود رزق، هذا رزق. ادري رزق، جاوا هيجي كل شيء انحل هيجي، يعني احنا سمعتنا قبال العالم وهاي تجارتنا. كان سمعتنا خسرنا موسم كامل، كل سنه نطلع مال سنه اللي قدام. هذا الموسم عبود اعطينا مجال خلينا نحكي، هذا الموسم ما طلعنا بس مال 15 بدري 20 يوم. ما يخالف. شناكل شنشرب هاي السنه كلها؟ ما يخالف. هسه على الموطه ما يخالف. قول يا الله. قايلين يا الله. هناك يتيم خل نروح نساعده. امشي وياي. شنو؟ ايه؟ نساعد انه يتيم؟ ايه؟ وانا ما بايع بس 3000. يقول لي نساعد انه يتيم. هسه انت ساعد هذا اليتيم وشوف الله شلون راح يساعده. عود. بس قوم وياي. لا تقول لي يا معود هذا الشيء اللي بيه حكمه انا. ها؟ اللي بيه حكمه. حكمه؟ ايه. والله خلينا نشوف. قوم وياي. وين توصل؟ قوم خل اراويك. يساعدك. حياك الله. الله يساعدك. حياك الله. الحمد لله. الله يساعدك. هنا هاي شغلتك انت؟ اي والله حاج. لف واطي؟ اي الحمد لله. الحمد لله دابره العيشة؟ اي دابره، الف الحمد لله. لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عمي انا صاحبي عبود شريكي بالعمل، قال هذا الولد يتيم فطيه ومسكين، خل نروح نساعده. يا رحم الله. فعمي اجى يريد ينطيك فلوس. لا حاج انا. لا عمي لا. لا تقول لا، احنا جايين نساعدك. لا حد يشوف واحد يستحق. زين انا راح اشوف لك حل. انا اعطيك حل وهسا اخليك تاخذ الفلوس. لا رحم الله. هذني اشتري بهن غدا الك ولاهلك. اهو تغديت. غديت؟ بالحمد لله. زين عمي اخذهن للعشاء. اوه والله كريم من هالعشاء. عمي العشاء بعد 5 ساعات 6. اي كان مطلعها 5 ساعات. عمي خذهن اشتري بهن غدا. والله ما اريده. جاينك من بعيد. لا لا حجي والله شوف واحد يستحق هاي العالم. انا قاعد اقدر اطلع اللي قلتي. شو تسوي بعد؟ يلا عمي اي شيء تحتاج احنا بخدمتك. سالم بعد عمرك. في امان. الله يحفظك. والله اكو ناس طيبه بعدي. والله قلهم من هاي العشاء يا ضام نروح من هاي العشاء. خل اقوم محلي قمتي احسن. يا الله. اخوي شفت؟ شفت. شفت شنو اريد اوصل لك؟ شفت الحكمه؟ عرفت الحكمه شنو لو لا؟ حكمه مال هذا اليتيم؟ اي. عرفت. ايه. يعني هذا انت اعطيته فلوس بالقوه ما قبل ياخذ للغداء، قال متغدي. عمي زين منا للعشاء ما قبل. شو يقول؟ منا للعشاء الله كريم، وانا افكر باكل مال سنه كامله مقدمه. انا هذا الشيء ردت اوصله اليك. صحيح. هاي الحكمه ردتك تفتهمها. صحيح. وشوف شلون الله يدبر الرزق. الله مدبر الامور، موزع الارزاق. صدق. ايه. من هسه راح اعيد العزم مالي من جديد. عفي يا اخوي. ونرجع لتجارتنا. هيك اريده. حتى لو خسرانين. سهل والله يسهل. يلا. توكل على الله. نتوكل. يلا.